استاذ محمود بعد اذنك دي ام اتفضل هنا. عايز يا دكتور عايز اسالك شويه اسئله اجراءات المستشفى بعد اذنك. اتفضل اسال يا دكتور. اتفضل ممكن اعرف اسم كريم بالكامل؟ كريم محمود عبيد. تاريخ ميلاده من فضلك؟ 1 يونيو يا دكتور. سنه كام؟ عنده 7 سنين. طيب ممكن معلش تقول لي تاني هو كريم دراعه كسر ازاي؟ ما انا قلت لك دكتور اعمل على السلم. استاذ محمود دي مش اول مره كريم يجي لي فيها وفي نفس السنه. المره اللي فاتت كانت فبراير وكان رجله مكسوره وعنده شرخ في الجمجمه. كان واقع من الشباك. معلش اصل هو شاي حبتين يا دكتور. والمره دي وقع من على السلم. شاي حبتين يا دكتور. الواد شاي حبتين. هي والدته ما جاتش ليه؟ في البيت يا دكتور. والدته في البيت. مش المفروض تطمن على ابنها؟ استغفر الله العظيم يا رب كل ذنب عظيم. والدته في البيت تعبانه حبتين يا دكتور. طب عندك مانع ان انا اكلمها؟ اكلمها تقول لها يا دكتور. عايز اكلمها في موضوع كريم وليه بيأذي نفسه؟ ما انا قلت لك كل حاجه. معلش ممكن تكون في حاجه هي تعرفها انت ما تعرفهاش. ايه يعني بقى اتكلمها في ايه؟ عايز اتكلمها في ايه؟ ما انا قدامك اهو. ما تقول لها كل ما تقول لي اللي انت عايزه. ما بقول لك في حاجه هي تكون عارفها انت مش عارفها. لك يا دكتور يا استاذ كريم اسئلتك يا استاذ محمود يا استاذ محمود الجبس لازم يمسك الاول بعد اذنك يا دكتور. ما انت اسئلتك غريبه يا دكتور. معلش عايز مراتي تقول عايز مراتي تسالني بسالني انا ما انا واقف قدامك اهو. 5 دقايق من وقتك يا استاذ محمود. معلم اتفضل. ماشي يا دكتور اتفضل. مرة اللي فاتت مرات حضرتك لما جت كانت هي كمان واقعه من على السلم ولا ايه؟ بقولك يا دكتور ده كان بيكلمك كتير وملوش لازمه ووقف من على السلم. وقف من على السلم. اتفضل عايز ايه؟ انا عايز اوقف من على السلم. انا عايز اطمن على كريم. ليه بتحصل لهم المشاكل دي كلها؟ بقولك يا دكتور كلامك ملوش لازمه واسئلتك ملهاش لازمه. يا استاذ محمود يا استاذ محمود كريم. استاذ محمود انا كده ممكن اساعدك يا عم. بس استاذ محمود كده ممكن تحصل له مصيبه ما نلحقوش. انت كده يعني هترتاح لما تجيله عاهه مستديمه ولا يموت؟ مفيش فايده.